ازيكم؟ بحكم شغلي في شركات عالميه في مصر، انتوا عارفين انا بقالي 20 سنه بشتغل في شركات عالميه في مصر، اشتغلت في مجالات مختلفه وشفت في خلال السنين دي ناس كتيره قوي بتحاول تتعين او بتدور على شغل. انا نفسي عملت في السنين دي انترفيوهات كتيره وعملت سيفيهات كتيره وعملت حاجات كتيره صح وحاجات كتيره غلط. فبحكم صعوبه ان انت تدور على شغل، الكام حلقه الجايين دول هتكلم فيهم على نصايح وتيبس جايز تكون سهلة ولكن ساعات بننساها واحنا بنقدم على شغل. فالحلقات اللي جاية اسمها ازاي تقدم على شغل. خليني بس اقول لكم ان الحلقات دي موجهة اكتر للخريجين الجديد او للناس اللي لسه في اول السلم الوظيفي، يعني لو حد عنده خبرة اكتر من 10 سنين الحلقات دي هتكون بالنسبة له بدائية شوية. النهاردة هنتكلم على السيفيهات وهي الخطوة الاولى، وهقول لك على 5 نصايح تاخد بالك منهم. النقطة الاولى، السي في عبارة عن تريلر. يعني ايه تريلر؟ عارف انت الفيلم التشويقي اللي هو تتفرج عليه وتقول انا عايز اشوف الفيلم ده. فمفروض ان في السي في انت تديني شوية حاجات تخليني ابقى عايز اقابلك، مش ان انا لما اشوف السي في ابقى انا خلاص كأني قابلتك وعرفت كل حاجة عنك. فبالتالي في السي في خليك مختصر للحاجات اللي انت فعلا عايز تتكلم عليها. السي في للخريجين الجدد مفروض ما يزيدش عن صفحة. السي في للناس اللي هي عندها خبرة اقل من 10 سنين بالكتير قوي يكون صفحتين، وفي الحاجات اللي تشوقني ان انا اقابلك. اتكلم على محتوى السي في. السي في مفروض يتكلم على 3 حاجات مهمة. اول حاجة المسؤوليات بتاعتك، ايه الكي بي ايز بتاعتك، ايه الحاجات اللي انت بتتحاسب عليها. تاني نقطة، ايه الحاجات اللي انت بتعملها في المسؤوليات دي عشان توصل للمسؤوليات دي، ايه الحاجات اللي انت بتعملها وبتشتغل عليها، الحاجات الدورية، ريبورتات، اجتماعات، اي حاجات تاسكس انت بتعملها دورية. النقطة الثالثة، ايه الانجازات اللي انت عملتها في الشغلانة دي. اخر شغلانة ليك هي اهم شغلانة، اخر بروجكت، اخر تاسك، نتائج السنة اللي فاتت، نتائج السنة اللي قبليها. ما تكلميش مثلا على انت كنت خريج مدرسة ايه لو انت عندك خبرة 10 سنين، فاخر حاجة هي اهم حاجة. للخريجين الجدد المحتوى هيبقى شوية تحدي، لان انا لسه ما عنديش اصلا شغلانة او ما عنديش انجازات عملتها بالشكل ده. هتحط في الكلام ده ايه؟ التدريبات اللي انت عملتها في الصيف، دراسات، ورشات عمل انت عملتها، اي بروجكتس انت عملتها وانت في الجامعة، لو عملت انت مشروع شخص انت واصحابك، ايا كان المشروع لو حتى كان صغير جدا، اي مشروع عملته مهم، اي نوع من انواع التعليم او اي حاجة ضافت لخبرتك، ساعتها هتبقى في المحتوى بتاع السي في بتاعك. النصيحة الثالثة، الشكل. خلاص انت مش محتاج تملالي صفحة، فما تكبرليش خطك بحيث ان انت تملى صفحة، وفي نفس الوقت مش عشان انت تخليه صفحتين تقوم تحط لي خط صغير جدا يبقى صعب عليا ان انا اقراه. خلي الشكل مريح ويبتدي بالحاجات الاكثر اهمية، اخر شغلانة، الشهادات المهمة، وبعدين يتكلم على التفاصيل اللي اقل اهمية. فحط اولويات في الشكل، ان يبقى اللي فوق هو الاهم واللي تحت مش مهم قوي. النصيحة الرابعة، ما تتكسفش ان انت تتكلم عن هواياتك. هواياتك هتتكلم عليها في سطر بس، ممكن تقول لي حاجات كتيرة قوي عن شخصيتك. كنت كابتن فريق في الجامعة، كنت في اتحاد طلبة معين، كنت عندك هوايات معينة اقدر اعرف بيها شخصيتك. فالحاجات دي ما تتكسفش ان انت تكتبها. النقطة الخامسة مهمة جدا في السي في، وهي المصداقية. ما ينفعش تكتب حاجة في السي في مش معبرة عن شخصيتك. يعني لسه واحد حكي لي عن حد كاتب سي في بالانجليزي وهو بيعرفش يتكلم انجليزي، فطب ما انا هقابلك وهتكلم معاك انجليزي وبعد كده هحرجك لان هعرف انت ما عندكش لغة. لازم السي في يبقى معبر. انجازاتك لازم تكون انجازات فعلا انت اللي عملتها. انت لو عجبتني وبعد الانترفيو هسال عليك، ولو حتى بالسي في بدات اشك في الكلام هسال عليك وهعرف في الاخر كلامك ده صح ولا غلط. لما اعرف ان انت كذاب والسوق ده كله قد كده وانت راجل موظف، يعني ما حلتكش غير سمعتك. فركز على ان انت تقول لي كلام حقيقي عنك ومعبر عنك. كلنا مش سوبرمان، فكلنا اكيد عندنا حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. فخليك في كلامك دقيق، لان عدم دقتك دي وساعات تقول بالتقريب وبتاع، لو قلت حاجه بالتقريب وطلعت غلط هتشكك في مصداقيتك، ودي مشكله كبيره قوي. دي كانت الـ5 نصايح اليوم علاقة بالسي في. انا عارف ان في معلومات كتيرة قوي تانية موجودة، بصوا على الانترنت في تمبليتس على السي في شكلها يكون عامل ازاي، في ناس بتتكلم على الخطوط البروفيشنال، وفي اصلا كمان حاجات جاهزة، في شركات متخصصة بتعمل لك سي فيهات. لكن هي الحاجات دي يمكن الحاجات اللي من خبرتي انا شفت ان الناس ساعات بتنساها. الحلقة الجاية هنبتدي نتكلم بعد ما السي في جاهز هنعمل بيه ايه. ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب لاونست كونتنت، وما تنسوش ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده، وتعملوا فولو للصفحه بتاعتي الخبره بتقول مع محمود مصطفى. باي باي.